أفاد مصدر أمني بأن قوة أمنية داهمت مكتب أمين عام سرايا الخراساني علي الياسري في منطقة الجديرية وسط بغداد، فيما ذكرت أنباء صحفية أنه تم إلقاء القبض عليه. وقال المصدر أن القوة ألقت القبض أيضا على عدد من أفراد السرايا دون ذكر الأسباب. جاء ذلك بعد يوم من قيام قوة من أمن الحج الشعبي اعتقال القيادي السابق في سرايا الخراساني حامد الجزائري مع أشخاص كانوا يرافقونه خلال مسيره داخل العاصمة بغداد.